في موضوع آخر، حضر الديوان الوطني للرصد الجوي اليوم من تساقط أمطار غزيرة مرفوقة برعود على السواحل الغربية للوطن، وتستمر لغاية منتصف الليل، كما ستتعدى 20 ملم محليا. ونبه الديوان الوطني للرصد الجوية من هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية على الولايات الجنوبية، كما حضرت النشرية كذلك من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 900 إلى 1000 متر. الولايات المعنية هي تلمسان، سيدي بالعباس، سعيدا، عام البيض، خيارة الغواط والجلفة، وسيتراوح سمك الثلوج ما بين 5 إلى 15 سنتيمتر حسب ذات النشرية، وسيكون التساقط بداية من الساعة 9 ليلا إلى غاية منتصف النهار.